السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كام يوم كنت بتكلم مع صديق، فهو بيقول إن إحنا لازم كل الدول العربية تكون كل حاجة فيها بالإنجليزي. فأنا بقول له العكس، ما أنت بتقول دول عربية فلازم الاجتماعات تكون كلها بالعربي، ولازم الكتب تكون كلها بالعربي، والرسائل تكون كلها بالعربي والكتب بالعربي، لأن إحنا دولة لغة عربية. ما عندناش استعمار إنجليزي ولا استعمار فرنساوي عشان نخلي كل حاجة باللغة ديت. ممكن نبقى نتعلم انجليزي، تمام، بس يعني العلماء بيقولوا الافضل ان انت تتعلم الحاجة بلغتك الام، بلغتك الاصلية. وما فيش مشكلة لو اتعلمت 10 لغات تانيين، تمام، تعلم انجليزي فرنساوي ايطالي عبري. انا درست فترة عبري، ما اتعلم لغة قوم من امن شره. بس اللغة اللي انا بتعلم بيها في المدرسة وفي الكلية هي اللغة العربية. فقال لي ازاي يعني؟ قلت له واحدة واحدة، لو انت سافرت ألمانيا هل ينفع تسافر تشتغل من غير ألماني وانت متعرفش ألماني وعارف انجليزي وعربي وفرنساوي وإيطالي بس متعرفش ألماني؟ مش هيستقبلوك، تمام. لو مسافر لازم بتخلص الشهادة الأول لو انت سافر تشتغل، لو انت سافر تعليم يبقى لازم تجبر نفسك ان انت اول ما تروح هناك تاخد كورس ولازم تبقى بروفيشنال فيه في فتره قصيره. هل ينفع تسافر كندا شغل من غير ما يكون معاك الانجليزي والفرنساوي، او انجليزي او فرنساوي لو النقط معاك كويسه؟ لا طبعا. انت لو مسافر سياحه وحاولت تتكلم معاهم ممكن تكون اللي مقابله ده يكون بيعرف انجليزي، يكون دارس انجليزي، مع ذلك لا مش هيتكلم معاك غير بلغته الام. لو فرنساوي يتكلم معاك فرنساوي، لو الماني يتكلم معاك الماني، مش هيرجع يتكلم معاك انجليزي. اعرف واحد سافر هناك والراجل ما ردش، يعني عمال يساله على الطريق تايه مش عارف، الراجل ما ردش عليه كان هو ما يعرفش الانجليزي. بعد فتره صاحبي ده بيطلع سيجاره، راح الراجل جاي له بليز جيف مي سيجرت، وبدا يتكلم معاه. هو عارف انجليزي كويس بس يقول لك انا ليه اتكلم انجليزي وانا بلدي بتكلم الماني؟ انا الماني ولغتي بتكلم الماني وموجود في المانيا فلازم اتعلم اللغه بتاعتي. في ناس انا قابلتها عايشه في دول عربيه بقالها 15 سنه وما يعرفش جمله عربي، هي بس السلام عليكم بس، وبعد كده مفيش ولا كلمه عربي، ما يفهمش اي حاجه خالص، تمام. وممكن يتعلم انجليزي. يعني انا قابلت ناس كانوا ايطاليين كانوا جم يشتغلوا معانا واضطروا ان هم يتعلموا انجليزي عشان ايه؟ يقدروا يشتغلوا. انا قلت اساعد واحد فيهم فعمال يقول لي اكتب كلمه هو، يعني الحرف هو، يعني عندهم حروف في الايطالي غير الحروف الانجليزي اللي احنا عارفينها، فكانت مشكله. ما تعلموش عربي لان هو شايف الناس كلها بتتكلم انجليزي فخلاص بيمشي مع الانجليزي، بالنسبه له اسهل فبيتعلم فيه، مع ان لو بذل مجهود بسيط هيقدر يتكلم عربي. احنا لازم نعتز بلغتنا زي ما الدول كتيره بتعتز بلغتها، واحنا تقريبا ثالث لغه على مستوى العالم. ونقدر لو احنا اصدرنا قرار ان كل الاجتماعات وكل الجوابات وكل الاكواد بتاعتنا تبقى بالعربي، اللي جاي عندنا اللي جاي يشتغل في بلد عربيه يتعلم لغه عربيه. وده مش تعصب، انا لو سافرت تركيا لازم اتعلم تركي، مش هروح هناك اقول لهم انا ما عارف انجليزي وعربي، اتعلموا انتوا انجليزي وعربي او تعلموا نتكلم انجليزي، هيقول لي ليه؟ فهي بكل بساطه الهندي على عيننا وراسنا مكرم كل حاجه، بس لما تيجي بلاد عربيه اتعلم عربي. انا مش شايف فيها اي مشكله خالص، ولا الناس بتصدم لما اقول الكلام دوت، بس احنا بلد عربيه وبنعتز بلغتنا، فالتعليم باللغه العربيه ومفيش مانع ان انت تتعلم اي لغه تحبها ايا كانت، حتى لو اتعلمت لاتيني ما عندكش، اتعلم لغات ميته، اتعلم زي ما انت عايز، بس المهم تكون لغتك الاولى اللي تعرف تتكلم فيها كويس واللي يجي يشتغل يتعلمها هي اللغه العربيه.